لابد أن نحاول يا إخوتي وأخواتي أن نجد في وقت الدعاء ما يعلمنا الله من الدعاء في القرآن، اللجأ إليه وتعلق القلب به وانتفاض القلب عن من سواه، ونفض أيدينا عن الدنيا وما فيها إلى الله جل جلاله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا نطلب خيرا إلا منه ولا نخاف شرا إلا منه، فهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. هو الذي نادانا نداء كريما فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمقهور، ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فكل ما في هذا القرآن من دعاء أو من الإرشاد إلى الدعاء والأمر به، مثل قوله ادعوني أستجب لكم، ومثل قوله واسألوا الله من فضله، ومثل قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ومثل قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، كل ذلك مقتضى منا المبالغة في الدعاء واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نكون من عباده الفقراء إليه الذين يؤويهم به عما سواه. وكلما ازداد فقر الإنسان إلى الله كلما ازداد غناه عن غير الله سبحانه وتعالى، وكلما سمت نفسه وارتفعت وزهد فيما في هذه الحياة الدنيا ورغب فيما عند الله تعالى من الجزاء العظيم والفضل الكبير.